رغبات لاختيار الطلبة من جميع المراحل الدراسية والذين سيكونون ممثلين للطلبة في لجنة أصدقاء حقوق الإنسان والتي ستأخذ على عاتقها توعية كافة التلاميذ والطلبة بمبادئ حقوق الإنسان. أقدمت المديرية العامة لتربية كركوك اليوم على تجربة ديمقراطية جديدة بين طلبة المدارس وتلاميذها من خلال انتخاب لجان خاصة من الطلبة أنفسهم كي يكونوا ممثلين لأصدقاء حقوق الإنسان. هذه تجربة جديدة، تجربة ديمقراطية، يحق للطالب والتلميذ بترشيح أو انتخاب مرشحه، أي مرشح لجنة حقوق الإنسان في كل مدرسة. في هذه السنة سنطبق التجربة على 30 مدرسة في مديرية العامة لتربية كركوك، مدارس ثانوية ومدارس ابتدائية. يحق للطالب اختيار مرشحه، وهذه اللجنة ستكون لجنة وسيطة بين إدارة المدرسة وبين الطلبة لإيصال مطالب ومعاناة الطلبة إلى الإدارة وحل مشاكلهم، وكذلك نحن نركز على جانب مهم وهي جانب حقوق الإنسان ومسألة العنف والتقليل أو القضاء على العنف. فهذه لجنة إذا كانت لجنة فعالة ومرشحيها فعالين ممكن أن تساعد في التقليل من هذه الظاهرة. هذه التجربة ستطبق على المراحل الدراسية المختلفة، وقد تم استحداث هذه التجربة الديمقراطية لتلافي المشاكل والعقبات وإيجاد الحلول المناسبة لها التي تواجه الطلبة والتلاميذ، وأيضا تعرفهم بمبادئ ونصوص حقوق الإنسان. انتخابات لأصدقاء حقوق الإنسان في كافة المدارس المحافظات، ويكون هناك تجربة، وهذه التجربة يبدأ بمجموعة من المراحل الدراسية بدءا من المرحلة الابتدائية والثانوية والإعدادية، يعني يكون هناك ممثلين شرعيين للطلبة من الأصدقاء حقوق الإنسان، يكون مرشحين ويكون ممثلين في نفس الوقت بعد التصويت من قبل زملائهم وأصدقائهم، ويكون هذه اللجنة تشكل من كل مدرسة، ويكون حلقة الوصل بين اللجنة الموجودة في المدرسة برئاسة مديرة المدرسة وعضوية أعضاء من الهيئة التدريسية أو التعليمية، ويكون حلقة الوصل بين هذه اللجنة وبين الطلبة، ويمكن هناك من خلال المحاور والمحادثات والمقترحات يوصلون إلى نتائج مثمرة لكثير من المشاكل التي تحدث إلى هناك في المدرسة، ويمكن قسم من هذه المشاكل ترفع إلى اللجنة الدائمة في المديرية العامة في محافظة كركوك. إن شاء الله تكون هذه أمعن المراسيم بمدرسة 11 أذاري قولاً وليس قولاً وفعل، ونأمين هذه الأقاليم يجب أن تكون أن توصل حقوقنا ومطالبنا وما في داخلنا إلى الإدارة والمدارس والكليات الأخرى. انتخاب ممثلين من الطلبة والتلاميذ كي يكونوا ضمن مجموعة أصدقاء حقوق الإنسان خطوة مهمة لتعريف طالبي العلم ما لهم وما عليهم من حقوق. هلغورد حسن، فضائية كركوك. ختام النشرة الإخبارية، لم يتبقى سوى التذكير بأبرز العناوين.